بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر جماد الأولى 1436 الموافق للثالث من الشهر الثالث 2015. بالنسبة لأخينا الشيخ أبو يحيى، أنا لا أعرف عنه وأحسبه والله حسيبه أنه من المجتهدين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني قد التقيت به في أكثر من مكان، في تركيا وفي أوكرانيا، وانتفعت به الأمة سواء كان بالترجمة أو بإلقاء الدروس وكذا. وأنا أوصي كل يعني من يستطيع أن يلتقي به ويستفيد منه أن يأخذ منه العلم، وهذا الذي يعني أعلم عنه، لا أعلم عنه إلا كل خير، وهو يعني أنا أعلم من قبل يعني من سنين وهو مشتغل في تعليم الناس وبذل يعني كل ما في استطاعته لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسب كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا والله أعلم.